السعودية تسمح للمقيمين بالعمل بهذه المهن دون كفيل أو موافقة، قرارات تصب بمصلحة المقيم. أعلنت الجوازات السعودية عن سماح العمل في عدة مهن بدون الحاجة إلى كفيل، حيث تم تحديد مجموعة من المهن التي يسمح للوافدين والمقيمين بالعمل فيها دون الحاجة لكفيل، مما يعزز فرص العمل ويخفف من المعاناة التي كان يواجهها بعض المقيمين نتيجة لاستغلال الكفلاء لصلاحياتهم بطرق غير سليمة وسلبية. إعلان الجوازات السعودية يشير إلى السماح للوافدين والمقيمين العمل في بعض المهن دون الحاجة إلى كفيل، وتم تحديد بعض هذه المهن التي تتيح للوافدين العمل بها دون الحاجة لكفيل أو موافقته، وتشمل مجالات مثل مجال التوريدات، الورش والحرف اليدوية المقاولات، المهن الإدارية، مهنة مدير المبيعات، مهنة السكرتير التنفيذي، مهنة مدير التنفيذي، مهندسين الميكانيكا، الأطباء وطاقم التمريض، المهندسين سواء مدني أو إنشائي أو كهرباء، مديرين الحسابات، مهنة المدراء الإداريين، كما أن النظام الجديد يسهم في تقليل الفوارق بين شروط عقود العمل للمواطنين والمقيمين، مما يؤدي إلى تحسين فرص العمل للمزيد من المقيمين في المملكة، حيث يمكن للأفراد البحث بشكل أكبر عن وظائف تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم. فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.